حاليا عم ننفذ ترميم البيوت الاكثر خطرا على السلام العامة. هدفنا انه يصير الانسان قادر يعيش بهذا البيت بشكل لائق وبطريقه سيف. هذه المساعدات كانت بمناطق الشوف والغرب وعلي بالمرحلة الأولى، وإن شاء الله نكون عم نقدر نكفي هذه المبادرات لأن الضغوط الاجتماعية كتير كبيرة علينا جميعا. بذكر جمعية فرح الاجتماعية اللي كمان وقفوا حد يساعدوني وما تخلوا عني، ان شاء الله اقدر كفيهم يجي نهار واقدر رد جزء بسيط من اللي قدموا لي.